قتل عدد من ميليشيا الحوثية الإرهابية وأصيب آخرون برصاص قوات الجيش اليمني في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب. وقال مصدر عسكري أن ميليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش جنوب صرواح، في غضون ذلك قصفت مدفعية الجيش مواقع وتجمعات الميليشيات في مواقع متفرقة بجبهة صرواح، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيا.